السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتكم قناة أبو الصحاب سات، وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. علشان ما أطولش على حضراتكم مدة الفيديو، بقيت بحب أقلل مدة الفيديو علشان الجميع ياخد المعلومة فقط من غير أي تطويل. هديكم نبذة صغيرة عن هذه القنوات اللي فجأة وقفت وبعد كده رجعت تاني، ووقفت وبعد كده رجعت تاني أو تالت، عشان تكون فاهم حاجة ان القنوات ديت ممكن ما تستمرش على نايلسات. هي حاليا تم عودتها للمرة التالتة. حبيت اوضح لحضراتكم هذا الفيديو على سبيل التوضيح والمعرفة، وعشان ما اطولش على حضراتكم هنعرف دلوقتي مع بعض ايه هو التردد الخاص به هذه القنوات التي تم عودتها. وخلي بالك ان في بعض المتابعين القنوات دي جايبه لهم الخدمة غير متوفرة، فهقول لك دلوقتي على الحل. في البداية ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، لان اللايك بتاع حضرتك هو اهم حاجة بالنسبة لي، وما تنساش كمان تعمل شير عشان ناس كتيرة جدا عندها القنوات دي لسه لغاية دلوقتي كاتبة لها الخدمة غير متوفرة. وللمرة التانية بقول لحضراتكم ممكن ما تكملش على نايلسات ويتم وقفها نهائيا. يلا بينا علشان نعرف مع بعض ايه هو التردد اللي هيكون 11680 او 11679 على معدل ترميز 27500 او 27488. الاستقطاب اللي هيكون حرف الفي او كلمة اسمها عمودي او كلمة اسمها رأسي. اول ما تشوف التردد ده وتعرف ان الاستقطاب بتاعه عمودي او رأسي، يبقى لازم تكون عارف كويس قوي ان هو حزمة شرقية فقط، لان الاستقطاب الافقي بتاعه بيجيب قنوات مختلفة وهو حزمة عامة، لكن الاستقطاب العمودي حزمة شرقية. وعشان تعرف انت ماشي صح ولا غلط والجهاز بتاعك تمام ومية مية وزي الفل، هيتم ظهور 37 قناة مع حضرتك بعد ما تبحث على التردد ده. وخلي بالك انا بقول لك الرقم الاجمالي لو انت عندك جهاز عالي الجودة. ليه بقول الكلام ده؟ لان القناتين اللي معانا في حلقتنا النهاردة تم ظهورهم HD، يعني ما يشتغلوش الا على الاجهزة عالية الجودة فقط، MBEG4 مش 2، يعني التو بيكون جهاز SD، لكن دول 4 صورتهم هي مكتوب عليهم HD، لكن الصورة مش HD، بس احنا عامة لازم يكون عندك جهاز HD. اما بخصوص اسماء القنوات، ما تنساش تعمل لايك بس عشان نقدم لك كل جديد. هيتم ظهور ده اسم اول قناة تم عودتها للمرة التالتة يا جماعة، وده اسم تاني قناة تم ظهورها على نايلسات، وفي حالة عدم ظهورهم يرجى حذف التردد ثم اعادة اضافته مرة اخرى من جديد. قبل ما اختم حلقتنا النهاردة، في نصيحة بحب اقولها دايما لكل اخواتي وكل حبايبي في كل مكان في الوطن العربي: الا تجعلهم المشاهده يا اصدقائي تلهيكم عن الصلاه وعن ذكر الله وعن العباده وعن حياتكم اليوميه. دائما انتبه لنفسك ونظم وقتك، وخلي بالك من صحتك ومن صحه ولادك، وانتبه دائما لواجباتك المنزليه والمدرسيه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.